Now it's my great honor to invite his highness Sheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi member of the UAE Supreme Council ruler of Sharjah and president of the American University of Sharjah for his remarks your highness come to the podium thank you your highness bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زملائي اعضاء مجلس الامنا اخواني واخواتي اعضاء هيئه التدريس والاداره اعزائنا اولياء الامور ابنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات ايها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي خريجي فصل الربيع لعام 2016 يسرني أن أتواجد بينكم في هذه اللحظات السعيدة لمشاركتكم مشاعر الفرح والفخر بمناسبة تخرجكم وحصولكم على الدرجه العلميه الجامعيه واهني اولياء اموركم وذويكم على هذا النجاح وهذا الانجاز ايها الحفل الكريم عندما قمنا بانشاء هذه الجامعه لتكون مؤسسه تعليميه متميزه تلبي التطلعات والاحتياجات الحاليه والمستقبليه للمجتمع كلفناها بان ترتبط عضويا بالقطاعات الاقتصاديه والثقافيه والعلميه والصناعيه للمجتمع في تعاون مثمر لتسهم في تطوير هذا المجتمع عن طريق بناء علاقات استراتيجيه مشتركه مثمره ومستدامه مع هذه القطاعات ولعل نظره لما تم في هذه الجامعه من انشطه في هذا المجال مؤخرا لتوضح ما تقوم به من ترجمه على ارض الواقع لما كلفناها به فلقد اطلقت الشارقه في مقر الجامعه في وقت سابق من هذا العام مركز الشارقه لرياده الاعمال شراع ليسهم في جعل الشارقه قوه مؤثره في مجال رياده الاعمال على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وليخلق مناخا مناسبا وبيئه حاضنه للشباب من رواد الاعمال والمؤسسات والشركات المتوسطه والصغيره كما طرحت الجامعه ايضا كرسي استاديه للاعمال العائليه هو الاول من نوعه في الدوله تمهيدا لتصبح مركزا اقليميا بارزا لابحاث الاعمال العائليه والمساهمه في الاهداف البحثيه وتنامي دورها في مجالات البحوث الاقليميه والدوليه فمن خلال هذه المبادره التي تربط اجيالا من رواد الاعمال العائليه نسعى الى تحقيق هدف الجامعه كمؤسسه تلعب دورا مهما في تاهيل المجتمع المستقبلي ورواده. وأطلقت الجامعة مؤخرًا مؤخرًا قاعدة تدريبية للتداول التفاعلي بالأوراق المالية. تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي قاعة متطورة تكنولوجيًا تستوعب 24 متداولا، متداولا. ويتوفر فيها أدوات وبرامج فعلية لتربط النظرية بالواقع العملي في بيئة تطبيقية ولتمثل التنفيذ الشامل لرؤية الإمارات لمستقبل التعليم العالي في الدولة من خلال دمج الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز التعليم العميق. السيدات والساده الحضور يسرني أن أشير أيضا الى اننا وجهنا الجامعه كذلك بان تصبح جامعه بحثيه فبالاضافه الى مواصله تميزها في برامج البكالوريوس في جميع المجالات كلفناها بالتوسع في طرح برامج الدراسات العليا من خلال زياده عدد برامج الماجستير والدكتوراه وزياده التركيز على البحوث والمنح الدراسيه في جميع المجالات أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، إن جامعتكم فخورة بكم وبإنجازاتكم لأنكم جزء من رسالتها في التميز وتحقيق الهدف. فانطلقوا نحو الرقي بالعمل الجاد لخدمة أوطانكم، متسلحين بمعارفكم العلمية التي تلقيتموها في جامعتكم. ونحن لا نودعكم بل أملنا كبير. في أن حبل التواصل بيننا وبينكم لن ينقطع وستوقون الأبناء الأوفياء والبنات الوفيات لجامعتكم وأوطانكم وأتمنى لكم أياما سعيدة وحياة مستمرة بالعطاء ولكم منا كل التحية وختاما أشكر إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الأمناء وأساتذة الجامعة وإداراتها وجميع العاملين بها على جهودهم المستمره في الحفاظ على المستوى الاكاديمي المتميز للجامعه نسال الله التوفيق لكم ولنا في كل ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته